بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي إن شاء الله النهاردة معنا خلاصة باراجرافات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني لن يخرج عنها الامتحان. تعالوا مع بعض نشوف أهم الباراجرافز، ولكن كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. Number one, a review of a desert animal. A review of a desert animal يعني نتكلم عن حيوان صحراء. تعالوا مع بعض. In the following lines I will talk about a review of a desert animal يعني عن حيوان في الصحراء. I like reading so much، بعمل مقدمة بسيطة عن كده. I like reading so much. I read about desert animals يعني قرأت عن حيوانات الصحراء. I learn more about them، اتعلمت عنهم كتير. I read about the mangoes يعني قرأت عن المانجوس النمس. There are a lot of mangoes in the world، يوجد الكثير من أنواع المانجوس في العالم. The mangoes is a desert animal يعني حيوان صحراء. It has a long body يعني له جسم طويل. With a short legs ورجل قصيرة. And a long tail وذيل طويل. Its body is covered by thick fur وجسمه مغطى بالفرو السميك. Mangoes live in Africa and Asia، بتعيش في أفريقيا وآسيا. They eat lizards، بتتغذى على السحالي. birds الطيور. seeds البذور. frogs الضفادع. eggs بيض. and nuts والبندق. they fight snakes بتقاتل أو بتحارب الثعابين. they can see and hear well بتسمع وبترى جيدا. they are endangered مهددة بالانقراض أو بالخطر. because of climate change بسبب تغير المناخ. they live in deserts بتعيش في الصحاري. forests الغابات. and wetland والأراضي الرطبة. they live under the ground بتعيش تحت الأرض. or the rocks أو الصخور. why don't you read about them، ليه ما تقرأش عنهم؟ طبعا ده موضوع أو الباراجراف مفروض ناخد بالنا منه كويس ومش صعب ولا حاجة، هنتكلم عن حيوان عندنا في المنهج. برضه مهمة عندنا a biography of Dr. فاروق الباز يعني السيرة الذاتية لدكتور فاروق الباز. In the following lines I will talk about a biography of Dr. فاروق الباز، هتكلم عن السيرة الذاتية لدكتور فاروق الباز. I live in Egypt، أنا بعيش في مصر. Egypt is a great country، مصر دي بلد عظيمة. It has lots of great scientists يعني لديها الكثير من العلماء العظماء. We should be proud of that، يجب ان احنا نكون فخورين بذلك. دكتور فاروق الباز is one of the most important scientists in Egypt يعني من اهم علماء مصر and the world والعالم. he was born in زجازيك in 1938، اتولد في الزقازيق in 1938. he is a great space scientist، he is a great space scientist يعني عالم فضاء مشهور. he is a famous Egyptian American scientist and geologist، he is a famous Egyptian American يعني عالم مصري أمريكي and geologist وجيولوجي. He has done a lot of researches يعني قام بالكثير من الأبحاث. He used a satellite to find underground water، استخدم القمر الصناعي عشان يبحث عن underground water مياه جوفية. In the desert في الصحراء. His work helped many countries، عمله ساعد الكثير من الدول. To find water in the desert، ليجد مياه في الصحراء. He helped the astronauts، ساعد رواد الفضاء. Where to land، أين يهبط. On the moon، على القمر. Really we should be proud of him، يجب أن احنا نكون فخورين به. He is a great role model يعني هو قدوة حسنة أو مثل أعلى. for all Egyptians لكل المصريين، برضو ناخد بالنا من السيرة الذاتية لفاروق الباز. طبعا من أهم موضوعات الباراجرافز عندنا how to make something from recycling، إزاي نعمل إعادة تصنيع من أو تصنع شيء من إعادة التدوير. in the following lines I will talk about how to make something from recycling يعني كيف أصنع شيء من إعادة التدوير. materials have many different uses، الماتيريالز المواد الخام لها استخدامات مختلفة. recycling materials is very important for the environment يعني إعادة التدوير هامة للبيئة.
It helps to reduce pollution. It helps بتساعد في تقليل التلوث. So we must do a project to use all the plastic. عشان لذلك يجب ان احنا نقوم بعمل مشروع لاستخدام all the plastic. We can make boats to feed birds from all the bottles. We can make boats ممكن نصنع اواني to feed birds لاطعام الطيور from all the bottles من الزجاجات القديمة. We can make kitchen containers نصنع أواني أو حاويات مطبخ. We can make plastic pencil cases too. ممكن نصنع مقلمات من البلاستيك. There are many good ideas for recycling plastic. There are many ideas. يعني هناك أفكار جيدة لإعادة تدوير البلاستيك. We mustn't throw it away in water. لا يجب ان احنا نرميه في المية. A lot of animals and birds die because of water pollution. الكثير من الحيوانات والطيور بتموت بسبب تلوث المياه. We mustn't stop trying to use all the materials. لا يجب ان احنا نتوقف عن محاولة استخدام المواد الأولد القديمة. Because this is very useful for us. لان ده مفيد جدا لنا. It saves money. بتوفر لنا مال and time وقت. Also it helps the environment. وبتساعد البيئة. In my point of view من وجهة نظري. We should all stand as one man to help our environment to live longer and healthier life. We should all كلنا We should all stand as one man كلنا نقف كرجل واحد to help our environment لمساعدة بيئتنا to live longer لنعيش أطول and healthier life وحياة صحية. برضو عندنا موضوع desertification التصحر مهم جدا. In the following lines I will talk about desertification. يعني في السطور التالية هتكلم عن desertification. I like reading so much. أنا بعمل مقدمة. أنا بحب القراءة جدا. I read about desertification. أنا قرأت عن desertification التصحر. Desertification is a big problem. يعني مشكلة كبيرة. We should all help to stop it. We should all كلنا نقف نساعد to stop it لإيقافها. Desertification happens when Greenland becomes desert. Desertification happens يعني بتحدث when Greenland لما الأرض الخضراء becomes desert بتصبح صحراء. To solve it لنحلها we should plant more trees نزرع أشجار أكتر. We shouldn't cut down trees لا يجب إن احنا نقطع أو نزيل الأشجار. This is good for the environment لأن ده مفيد للبيئة. We should help to stop it يجب إن احنا نوقفها. We should encourage young men to go to the desert يجب إن احنا نشجع الشباب الصغير to go to the desert إن يذهب للصحراء and reclaim it ويستصلحها. Reclaim يعني يستصلح. We can build new cities. ممكن ما مش عارفين نكتب reclaim. نكتب to grow plants in it. يعني يزرع فيها نباتات. ولكن reclaim يعني يستصلح. We can build new cities in the desert. ممكن ان احنا نبني مدن جديدة في الصحاري. في الصحراء. And encourage people to live there. ونشجع الناس على العيش هناك. And plant fruit. ويزرعوا fruit. فاكهة. Trees. أشجار. Rice. Earth. Wheat. قمح. And vegetables. وخضروات. In the desert. في الصحراء. We should. يجب ان احنا. We should plant more trees. يجب ان احنا نزرع اشجار اكتر. And stop cutting the trees. ونتوقف عن ازالتها. In brief, بإيجاز, desertification is a serious problem. التصحر ده مشكلة خطيرة. We should all face it. يجب ان احنا كلنا. We should all face it. يعني يجب علينا كلنا. Face يعني نواجهها. And do our best ونبذل أقصى ما في جهدنا to stop it لإيقافها. طبعا ده paragraph برضو مهم. عندنا paragraph مهم اللي هو environment. لو أن طلب مني paragraph about the environment أو how to keep the environment clean. How to keep the environment clean يعني كيفية المحافظة على البيئة نظيفة. In the following lines I will talk about في السطور التالية I will talk about هتكلم عن the environment البيئة. I am a student يعني أنا طالب. I am 14 years old أنا عنده 14 سنة. I live in Egypt أنا بعيش في مصر. Egypt is a great country مصر دي بلد عظيمة. For me بالنسبة لي Egypt is a beautiful country مصر دي بلد جميلة. So it's important لذلك it's important يعني من المهم
It's important to live a healthy life. من المهم ان احنا نعيش حياة صحية. The environment is a place where we live in. The environment, البيئة, is a place where we live, we all live. The environment, البيئة, is a place, المكان, where we live, اللي احنا بنعيش فيه. We must keep it clean, يجب ان احنا نحافظ عليها نظيفة, and healthy, وصحية. We shouldn't throw rubbish, لا يجب ان احنا نلقي القمامة, in the streets, في الشوارع. We should plant a lot of trees, يجب ان احنا نزرع أشجار أكتر. We shouldn't pollute the air, لا يجب ان احنا نلوث الهواء. We must use our shopping bags more than once, يجب ان احنا نستخدم اكياس البلاستيك اكتر من مرة. We mustn't throw them away, لا يجب ان احنا نرميها. We mustn't stop, لا يجب ان احنا نتوقف. To help our planet, عن مساعدة كوكبنا. Parents must teach children, parents الوالدين must teach children, يجب ان هم يعلموا اولادهم أو أطفالهم how to keep the environment clean, كيفية المحافظة على البيئة نظيفة. We must keep our planet clean, يجب أن نحافظ على نظافة كوكبنا. بعد كده عندنا paragraph برضو مهم, how to stop pollution, أو paragraph عن البولوشن التلوث. طبعا لإما التلوث أو how to stop pollution نفس الموضوع. In the following lines I will talk about how to stop pollution. I live in Egypt. Egypt is a great country for me. Egypt is a beautiful country, so it's important to keep it clean. يجب ان احنا نحافظ عليها نظيفة او نجعلها نظيفة and healthy وصحية. Pollution is a very serious problem. التلوث ده مشكلة خطيرة nowadays الان. This problem causes great damage. المشكلة دي بتسبب دمار عظيم to أو هائل to the environment, البيئة, and all living things, وكل الأشياء الحية. There are a lot of things, يوجد الكثير من الأشياء, we can do to stop pollution, عشان نوقف التلوث. We can use energy saving light bulbs, نستخدم energy saving light bulbs, يعني إعادة استخدام اللي هي saving energy, أو نستخدم saving أو energy saving light bulbs, يعني مصابيح موفرة للطاقة. We can use public transport, ممكن نستخدم وسائل مواصلات عامة. We can share a car with a friend, ممكن نشارك السيارة مع friend صديق or a neighbor أو جار. We can move factories outside cities, ممكن ننقل المصانع خارج المدن. We can plant a lot of trees everywhere, نزرع الأشجار في كل مكان. Trees take in carbon dioxide, الأشجار بتمتص ثاني أكسيد الكربون, and give us oxygen, وبتمدنا بالأكسجين. So they help to keep the air, عشان كده بتساعدنا keep the air clean, الهواء النظيف. We can walk or cycle to school, ممكن ان احنا نمشي او نذهب للمدرسة على الدراجة. Also we can use renewable energy, نستخدم الطاقة المتجددة. We can use solar panels, نستخدم الخلايا الشمسية, and wind power, وطاقة الرياح. We can stop cutting down trees, نتوقف عن إزالة الأشجار أو قطع الأشجار, or forests أو الغابات. For me, the government and the family must encourage all people to help to stop pollution. For me, بالنسبة للحكومة والأسرة, تشجع كل الناس to help, تساعد to stop pollution, لإيقاف التلوث. Really, Egypt isn't a home we live in. مصر دي مش البلد اللي احنا بنعيش فيها. Egypt isn't a home we live in, but a home lives in us. ولكن دي بلد بتعيش ايه جوانا. طبعا ده paragraph بسيط جدا عن البلوشن, ممكن نكتب فيه اكتر من جملة, ممكن نستغنى عن جمل لانه كلماته اكتر. برضو عندنا paragraph مهم, a review about how to protect our planet, كيفية حماية كوكبنا, how to protect our planet. In the following lines I will talk about our planet, عن الكوكبنا. We live on earth, احنا بنعيش على الارض. Oh, no one can deny, لا أحد ينكر, that our planet Earth, كوكبنا الأرض, face a lot of dangers, بيواجه الكثير من dangers, المخاطر, and problems, المشكلات. We face the problems of global warming, بنواجه مشكلات global warming, اللي هو الاحتباس الحراري. The problem of pollution, مشكلة التلوث, and deforestation, واللي هي إزالة الغابات. We should all help to face these problems. We should all, يجب ان احنا كلنا help, نساعد, to face, نواجه these
problems هذه المشكلات. We mustn't throw rubbish in the streets or rivers. لا يجب ان احنا نلقي بالربش in the streets في الشوارع or rivers الانهار. We mustn't pollute the air. لا يجب ان احنا نلوث الهواء. We mustn't cut down trees. لا يجب ان احنا نزيل الاشجار. We mustn't stop trying to help our planet. لا يجب ان احنا نتوقف عن مساعدة كوكبنا. We should recycle all the paper. نعيد تصنيع الورق القديم. Bottles اللي هو الزجاجات and bags الاكياس. We should plant a lot of trees. يجب ان احنا نزرع الكثير من الاشجار everywhere. We must reduce using cars and buses. يجب ان احنا نقلل استخدام الكارز والباصز الاوتوبيسات. We must stop smoking and fires. يجب ان احنا نتوقف عن smoking and fires اللي هو الدخان والحرائق. We must all help to keep our planet clean and healthy. يجب ان احنا كلنا help نساعد to keep our planet ان كوكبنا يكون نظيف وايه وصحي. برضو ممكن نيجي لنا عن global warming الاحتباس الحراري. In the following lines I will talk about global warming. I am a student. I live in Damietta. I like reading so much. I read about global warming. Global warming is a big problem. يعني مشكلة كبيرة. We should all help to overcome. ممكن نقول overcome نتغلب أو face it أو نواجهها. Global warming means that the temperature of the earth increases. طبعا global warming الاحتباس الحراري بيعني the temperature of the earth increases يعني درجة حرارة الأرض بترتفع. Carbon dioxide causes this. كربون دايكسيد ثاني أكسيد الكربون بيسبب ذلك. The ice melts. الجليد بينصهر. The sea gets higher. مستوى البحر بيرتفع. Really we face a serious problem. فعلا أو حقا إحنا بنواجه مشكلة خطيرة. We mustn't cut down trees. يجب إن إحنا نزيل الأشجار. We need to plant more trees. يجب إن إحنا نزرع أشجار أكتر. Countries must stop destroying. الدول يجب إن إحنا نتوقف عن destroying the rainforests. إزالة الغابات and produce less carbon dioxide وإنتاج ثاني أكسيد الكربون بنسبة أقل. We must reduce using cars and buses. يجب إن إحنا نقلل استخدام الكارز السيارات والباصز. We must stop smoking and fires. يجب إن إحنا نوقف السموكينج and fires. To live a happy life لكي نعيش حياة سعيدة. We must help to keep our planet healthy and clean. طبعا هم كل الموضوعات المتعلقة ب بعضها فطبعا يعني كلها قريبة من بعض. برضو ممكن ينطلب a natural wonder in Egypt يعني عجائب طبيعية في مصر. In the following lines I will talk about هتكلم عن a natural wonder in Egypt عجائب في مصر. I am a student يعني أنا طالب. I am 15 years old أنا عندي 15 سنة. I am in prep 3 أنا في الصف الثالث الإعدادي. I live in Damietta أنا بعيش في دمياط. Egypt has a great Egypt has a lot of natural wonders. Egypt has a lot of natural wonders. مصر فيها الكثير من عجائب طبيعية. These natural wonders can't be seen in other places all over the world. These natural wonders هذه العجائب الطبيعية can't be seen لا يمكن رؤيتها in other places all over the world في أي مكان في العالم. The Kharga Oasis is one of Egypt's natural wonders. The Kharga Oasis يعني واحد خارجة واحدة من هذه العجائب الطبيعية. It's surrounded by desert محاطة بالصحراء. Far from the river بعيدا عن النهر النيل. It's visited by more and more tourists يعني يزور الكثير والكثير من السياح every year. It's full of date palm trees. It's full of يعني ممتلئة ب بلح اللي هو النخل. These dates has dates يعني هذا البلح. These dates can be explored يعني ممكن ان هو يكتشف. Can be exported إنه ممكن يصدر to a lot of other places in addition to selling them in many shops in the local area. طبعا هذا البلح ممكن احنا نصدره لأماكن كثيرة بالإضافة to selling اللي هو بيعه in many shops لكثير من المحلات in the local area في المنطقة المحلية. People prefer visiting this beautiful oasis because of its wonderful wonders. الناس بتفضل تزورها بسبب الأماكن الرائعة in the Kharga oasis في واحد خارجة
We can buy a lot of things such as baskets. ممكن نشتري حاجات كتيرة زي الباسكتس السلات, shoes الأحذية, and furniture الأساس. These all things are made from dates. كل هذه الأشياء بتصنع من الديتس اللي هو البلح. It's the best place to visit. It's the best place يعني هي أفضل مكان to visit إن إحنا نزوره. بعد كده عندنا ممكن باراجراف عن learning in the future, التعلم في المستقبل. In the following lines I will talk about learning in the future, التعلم في المستقبل. Before now, قبل ذلك. The learning process depended on books اللي عملية التعليمها بتعتمد على الكتب. Blackboards السبورة السوداء, and classrooms الحجرات. In fact the process develops all the time, ولكن العملية بتتطور طول الوقت. Came after that the whiteboard, جه بعد ذلك ال whiteboard السبورة البيضاء. CDs اسطوانات, and DVDs. Next came بعد ذلك came the educational programs اللي هي البرامج التعليمية, and the smart board والسبورات الذكية. Today اليوم we are in the age of online learning, احنا في عالم ال online learning, التعلم ال online. The educational platforms المنصات التعليمية have controlled the learning process, بتسيطر على العملية التعليمية. I think in the near future, أعتقد في المستقبل القريب. The computer and the robots will develop thinking, هيطوروا التفكير. Computers may choose what suit them mentally, يعني العقلية, and the age of the learner, وعمر المتعلم. And they will decide on the quality, وهتختار الجودة. And the quantity, الكمية, of the curriculum, اللي هو المنهج. To sum up, guess, I'd like to say no one can predict where technology will lead us. يعني محدش عارف التكنولوجيا هتقودنا إلى أين. بعد كده ممكن, وده مهم جدا, اللي هو social networking sites, مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا ده مهم ناخد بالنا منه. ممكن يجي لي paragraph أو يجي لي إيميل. تعال ناخده على هيئة إيميل. هو ممكن يجي لي paragraph, إحنا نعمله هو هنا paragraph, ولكن إحنا نعمله هنا على إيميل. social networking sites اهو, تعال نشوفه. تو, طبعا في تو اللي هو المرسل, البريد الالكتروني للمرسل اليه. فروم, البريد الالكتروني للمرسل نفسه اللي هو يورز. سبجكت, الموضوع سوشيال نتوركينج سايتس. المقدمه او المقدمه, دير سما, اي ام هابي تو سند يو ذس ايميل, انا مبسوطه ان انا ابعت لك هذا الايميل. هاو ار يو اند يور فاميلي, يعني كيف حالك وحال اسرتك. طبعا دي مقدمة. ندخل في الموضوع بقى. In the following lines I will talk about social networking sites, نفس اللي احنا قلناه في الparagraph بقى, ولكن احنا حطينا فقط المقدمة. In the following lines I will talk about social networking sites. We live in the age of technology, احنا بنعيش في عصر التكنولوجيا. We like to use modern technology, بنفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة. We like to use social networking sites, مواقع التواصل الاجتماعي. They become popular nowadays, يعني أصبحت مشهورة الآن. All of us, كلنا, like to use this, كلنا بنفضلها. Use them, one of them is the Facebook, واحدة منهم الفيسبوك. I use it every day, أنا بستخدمها كل يوم. It's very useful, مفيدة جدا. It helps us to send messages, يعني بيساعدنا في إرسال الرسائل. To our relatives, لأقاربنا, and friends, أصدقائنا. It helps us to find out what our friends are doing, نكتشف أصدقائنا بيعملوا إيه. It helps us to buy and sell goods, نشتري ونبيع بضائع. It helps us to express ourselves online, بيساعدنا نعبر عن نفسنا online. It helps us to find information, نجد معلومات. It helps us to share ideas and thoughts, يعني نشارك معلومات وأفكار with others, مع الآخرين. However, ومع ذلك, social networking sites affect us badly, بتأثر علينا بطريقة سيئة. If we use them for a long time, if we use them, لو استخدم for a long time, لفترة طويلة. They can hurt our eyes, ممكن تأذي عينينا. They can waste our time, ممكن تهدر وقتنا. So we shouldn't use them for a long time, يجب ان احنا نستخدمها لفترة طويلة. We should use them for half an hour a day, يعني المدة for half an hour, يعني المدة نصف ساعة a day في اليوم.
In my opinion, social networking sites are so useful, مفيدة جدا and wonderful رائعة. Really, we can't imagine our life. لا يمكن ان احنا نتخيل حياتنا without using them. وبعدين الخاتمة البسيطة see you soon with my best wishes. او ممكن اكتب see you soon فقط. Yours هلا. برضو paragraph about a review of a job in media. وظيفة في الميديا. A job in media. وظيفة في الإعلام. In the following lines, I will talk about a review of a job in media. I love the job of the journalist. أنا بحب وظيفة الصحفي. It's a great job. دي وظيفة عظيمة. In fact, the journalist works hard. الصحفي بيعمل بجد. All the time, طول الوقت. He is so active. هو نشيط جدا. And clever, ماهر. He tells us the latest news. يعني بيخبرنا بلاتست نيوز. It's a great job. In fact, the journalist works hard all the time. He is so active and clever. He tells us the latest news. He tells us what happens around us. ماذا يحدث حولنا. He surveys the internet. بيبحث أو يفحص الانترنت. And he tells us all the information. وبيخبرنا عن كل المعلومات. We don't know اللي احنا ما نعرفهاش. For me, the journalist should be honest. يجب أن يكون أمين. When he talks about any news, وبيتكلم عن أي أخبار. He should tell the truth. يجب أن يخبر الحقيقة. People trust the news and believe his words. الناس بتثق في كلماته وبتصدق كلامه. So it's a great and useful job. It's a great يعني مفيدة. Useful هي وظيفة عظيمة ومفيدة. The journalist mustn't tell lies. لا يجب أن هو يقول الكذب أو يقول الأكاذيب or fake news أو الأخبار المزيفة. He should be honest. يجب أن يكون أمين to believe him عشان نصدقه. And always read his articles. ودائما نقرأ مقالاته. Why aren't you? لما لا you a journalist and be honest. لما لا تكون journalist and be honest وتكون أمين. بعد كده عندنا ممكن أقول الجملة دي تاني. Why aren't you a journalist? أو why won't you be a journalist? Why won't you be a journalist? أو why don't you want to be a journalist? ولكن لو كتبنا كده why aren't you a journalist and honest برضو صح. معنا باراجراف برضو عن my dream job. وده مهم جدا جدا ناخد بالنا منه. يعني وظيفة المستقبلية اللي انا بأمل ان انا اكونها. In the following lines I will talk about my dream job. I am a student. I am 15 years old. I am in prep 3. انا في الصف الثالث. I live in Damietta. My mother is a teacher. والدته معلمة. She is 35 years old. She teaches English. My بتدرس انجليزي. My father is a doctor. طبيب. He is 40 years old. He is so kind. يعني طيب جدا. He is clever. ماهر. He helps the sick. بيساعد الفقراء المرضى. He gives them medicine. بيعطيهم دواء. When I grow up. لما أكبر. I'd like to be a doctor. عايز أكون طبيبة. Like my father. زي والدي. I want to help the sick. أحب أن أنا أساعد المرضى. Also I want to help the poor. وأساعد الفقراء. My mother and my father help me to study hard. My father helps me to study science. والدي ووالدتي بيساعدوني. والدي بيساعدنا نذاكر علوم. My mother helps me to study English. ومامتي بتساعدنا نذاكر English. Also my teachers help me. والمعلمين بيساعدوني. So I do my best to achieve my goal. So I do. أنا ببذل كل ما فوسها to achieve my goal. And be a doctor. وأكون طبيب. Really it's a great job. بعد كده عندنا future technology. التكنولوجيا المستقبل. In the following lines I will talk about future technology. I live in Egypt. I live in the age of technology. Today, thanks to modern technology, we live an easy life. بنعيش حياة مريحة. There are many inventions which make our life more comfortable. يعني عندنا اختراعات جعلت حياتنا more comfortable, أكثر راحة, and more fun, وأكثر متعة. In the future, we will have more inventions. في المستقبل يكون عندنا اختراعات أكثر. We will use many forms of technology. يعني نستخدم أشكال متنوعة من التكنولوجيا. One of them is driverless cars. نستخدم السيارات اللي هي بلا قائد. Expect we won't use these cars before 2030. يعني يتوقع العلماء ان احنا مش هنستخدمها قبل 2030. They will help us to travel anywhere without touching the controls.
they will هيساعدنا to go anywhere يعني نروح لأي أو to travel anywhere نسافر لأي مكان without touching the controls من غير ما نلمس على مفاتيح التحكم. They will use electricity هتستخدم كهرباء. They will be better for the environment هتكون مفيدة للبيئة. Also they have a lot of pros لها مزايا. Although they have a lot of pros بالرغم ان لها الكثير من المزايا. They will have some cons ولكن لها بعض العيوب. They will need to change the road signs محتاجين ان احنا نغير the road signs اشارات الطريق so that the computer will be able to read them عشان الكمبيوتر يستطيع ان هو read them يستطيع رؤيتهم. بعدين عندنا paragraph about a biography of دكتور فاروق الباز او دكتور فاروق شوشة. In the following lines, I will talk about a biography of Dr. Farouk Shusha. I live in Egypt. Egypt is a great country. It has lots of great poets. يعني لها الكثير من الشعراء العظماء. We should be proud of that. يجب أن نفتخر بذلك. Farouk Shusha is one of the famous or the most famous poets in Egypt. يعني من أشهر الشعراء في مصر. And the Arab world والعالم. He was born in دمياط. اتولد في دمياط. In 1936 في 1936 he is a great poet يعني هو شاعر عظيم. طبعا هنا he was a great poet. He began طبعا أفعالنا كلها تبقى ماضي لأنه خلاص اتوفى. He began to read poetry in his free time. بدأ يقرأ شعر in his free time في وقت فراغه. After he graduated بعد ما تخرج he began working as a radio presenter بدأ يعمل كمقدم إذاعة في الراديو. He worked hard until he became the head of the Egyptian radio لحد ما أصبح رئيس الإذاعة المصرية. Then he moved to television انتقل إلى التلفزيون and was named وسمي the guardian of the language حارس اللغة أو حارس على اللغة أو وصي اللغة. He died in 2016 توفى في 2016. Really we should be proud of him يجب أن احنا نفتخر به. He is a great role model يعني قدوة حسنة for all the Egyptians لكل المصريين. برضو آخر موضوع معنا a story with a moral قصة لها مغزى ناخد بالنا منها كويس جدا لأنه عندنا في المنهج. In the following lines I will talk about a story with a moral هنتكلم عن قصة لها مغزى. I am a student يعني أنا طالب. I am 15 years old أنا عندي 15 سنة. I am in prep 3 أنا عندي أنا في الصف الثالث اللي هدي. I live in دمياط بعيش في دمياط. I like reading so much بحب القراءة جدا. I read a story called Black Beauty أنا قرأت قصة اسمها Black Beauty يعني Black Beauty طبعا توضع ما بين two commas two converted commas علامات تنصيص. The story was written by Anna Sewell المؤلفة لها Anna Sewell. It's a moral story يعني قصة لها مغزى. The writer wants الكاتبة wants people يعني عايزة الناس to understand that looking after horses is important اعتناء بالحصانة مهم جدا. She wants people to be kind to animals الناس تكون عاطفة to animals للحيوانات. She wants people to take care of animals وعايز الناس تعتني بالحيوانات. She wants people to give them good food تقدم لهم طعام صحي and fresh water ومياه منعشة طبعا أو مياه منعشة أو مياه هنا عزبة. She wants people to look after them تعتني بهم when they are ill لما يكونوا مرضى. The hero of the story البطل بتاع القصة بتاعتنا is a strong horse حصان قوي called Black Beauty اسمه Black Beauty. This horse is a good and gentle horse الحصان ده كان good كويس and gentle ولطيف. He never bit or kicked عمره ما عض أو رفص and always worked hard ودايما كان بيعمل بجد. He was a handsome horse كان حصان hand صم يعني وسيم. He always did what his owners asked him. He always دايما did بيفعل what his owners اللي الملاك asked him بيطلبوا منه. Really it's an amazing story يعني حقا هي قصة رائعة. Why don't you read it لما لا تقرأ. وناخد بالنا الاخر جزئية معانا وهي يعني موضوع لأي موضوع ممكن هنا اكتب in the following lines I will take واكتب اسم الموضوع. I am a student يعني أنا طالب. I am a
I am a student يعني أنا طالب. I am 15 years old يعني أنا عندي 15 سنة. I am in prep. I am in prep 3 أنا في الصف الثالث الإعدادي. I live in Egypt أنا بعيش في مصر. Egypt is a great country مصر جبلة عظيمة. We should be proud of that يجب أن احنا نفتخر بذلك. Egypt has many amazing places. My mother is a teacher. She is 35 years old. She teaches English. She is clever and active شاطرة ونشيطة. My father is a doctor. He is 40 years old. والد طبيب وعنده 40 سنة. He is so kind. هو عطوف جدا. He is clever. يعني ماهر. Really, Egypt is a beautiful country. حقا مصر دي بلد عظيمة. Egypt isn't a country we live in, but a country lives in us. مصر دي بلد مش بنعيش فيها ولكن بلد بتعيش بداخلنا. طبعا ده ممكن اكتب الموضوع ده ونحط بقى فقط يعني لو احنا جينا نشوف كده السطور او الكلمات نجدهم 100 كلمة لو كتبت بس اللي هو العنوان بتاعنا يبقى كده قفلت الدرجة بالمقدمة البسيطة اللي معانا دي. ولو كتبت جملة فقط او جملتين عن الموضوع بتاعي بحصل على الدرجة النهائية. يبقى ممكن نكتب المقدمة دي ونحط فيها جملة او جملتين عن الموضوع مع العنوان بتاع الموضوع في النقط هنا نحصل على الفول مارك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.